وإلى جانب التدريب المهني كان إنشاء المعهد الثانوي الزراعي بالولاية، وهو الأول من نوعه في البلاد، منسجماً مع الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي. ويتلقى الطلاب دروسهم العملية ميدانياً من خلال المزرعة الملحقة بالمعهد. ويشتمل معهد نزوة الزراعي على كافة التخصصات والوسائل التي تؤهل الطلاب للمساهمة في تنمية الثروة الزراعية والحيوانية عن طريق الأنابيب من البلاستيك. وتعتبر الزراعة هي المهنة السائدة لدى أبناء الولاية، وأدى التنوع في الطبيعة المناخية للولاية إلى تنوع في الحاصلات الزراعية.